أهلا بكم مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان. هذه أجواء حماسية، نلتقي مع حضراتكم في مباراة نتمنى بأن تكون بروعة هذه الأجواء. من كابينة التعليق معكم فارس عوض أعزائي المشاهدين، ونحن الآن على بعد لحظات من انطلاقة مباراة الإياب للدور نصف النهائي. فريق البايرن يواجه البي اس جي، أفضلية لأصحاب الأرض اليوم بعد الانتصار اللي كان في مباراة الذهاب الماضية، ويأملون حقيقة في إنجاز المهمة على أرضهم وبين جماهيرهم، وإلا تتأزم الأمور وتخرج عن السيطرة. وبالتالي من الضروري جدا بأن نشاهد الفريق يلعب بجدية كبيرة وتركيز واضح. التشكيلة اللي يلعب فيها بايرن ميونخ في مباراة اليوم، في حراسة المرمى يان سومر، أوباميكانو سيلعب رفقة ديليخت في قلب الدفاع، كيميت سيبدأ مع غوريتسكا في منتصف الملعب، وفي الأمام راح يتواجد رأس حربة وحيد في تشكيلة الفريق اليوم. مع تشكيلة باريس سان جيرمان، في حراسة المرمى دوناروما، ماركينيوس يلعب بجوار سيرخيو راموس في الخط الخلفي، ماركو فيراتي سيبدأ مع فابيان في منتصف الملعب، وفي الخط الهجومي ليونيل ميسي سيبدأ بجوار كيليان امبابي. يعتبر نادي بايرن ميونخ هو أنجح نادي ألماني سواء على مستوى بطولة الدوري أو على مستوى بطولة الكأس، يتفوق بفارق كبير عن أقرب منافسيه، كذلك هو فريق ألمانيا الأول في البطولات الأوروبية. موسيالا، قرار سليم من الحكم باستمرار الكرة مع بايرن ميونخ. يفقد بايرن ميونخ الكرة في هذه اللحظات، لورو الثاني، كرة للورو الثاني لا تصل، امبابي يخطف في الأضواء في هذه المواجهة، والكل مركز عليه والكل يراقبه ويترقب ماذا سيقدم. تتكلم عن قدرات رائعة في التعامل مع الكرة، تتكلم عن صاحب لمسة ممتازة، تتكلم عن لاعب يعرف ماذا يريد الجمهور وكيف يصنع خطورة. مبابي القائم في المرة الثانية، الله على الاحتفاظ بالكرة. ثاني ليون غوريتسكا، وفي التوقيت المثالي يأتي التدخل وتنتهي الخطورة. وصلت إلى موسيالا، بيلعبها تصدي والكرة ما زالت في الملعب، والآن لم تعد هناك أي خطورة. حارس المرمى يستحق أن يخطف الأضواء على التصدي الخيالي، الله على كرة في اللحظات الماضية. تصويبة غير دقيقة، الكرة تخطئ الشباك. بامبي سوبر يبعد الكرة، اللعب مستمر الآن. ممتاز حارس المرمى،
صاحي كل لقطة. هذه المرة كانت سهلة في نفس المحاولة، قام بتصدي ممتاز في لقطة كانت خطيرة. بتروح الكرة من مبابي، فرصة خطيرة في هذه اللحظات، والهجوم يتوقف والكرة تنتقل للفريق الآخر. البايرن يحاول استغلال أطراف. موسيالا، تدخل ناجح لقطع الكرة. الصافرة الآن تعلن انتهاء شوط اللقاء الأول. ضربة بداية الشوط الثاني عند البايرن. تدخل ممتاز يبعدها إلى رمية تماس. موسيالا، والآن يخسر الكرة بعد هذا التدخل. غوريتسكا، بايرن ميونخ ونقلات وتمريرات ممتازة. كرة سهلة تصل دون روما. الهجوم المرتد يجب اتخاذ القرارات الصحيحة بشكل سريع. استعادة للكرة بعد ضغط كان ممكن تشكل خطورة على المرمى، لم تكن بعيدة، واضح المهارة في التسديد على الطاير. غوريتسكا، ثاني راموس يستخلص الكرة بشكل سليم. وصول الدعم من الزملاء في هذا التوقيت. سيرجي جنابري، فرصة لموسيالا، تصدي هنا والكرة مستمرة. والآن وصلنا لنهاية هذه الفرصة. تدخل ناجح على الكرة. 20 دقيقة كل ما تبقى على نهاية أحداث اللقاء. والتصدي جيد هنا، ممتاز حارس المرمى، شوف التصدي، شوف ردة الفعل والثقة الكبيرة. كرة بتروح من البي اس جي. غوريتسكا، ليروساني، راحت عند موسيالا. انظر إلى التدخل بدون خطأ. الآن فرصة كبيرة في الهجمة المرتدة. الكرة بتضيع مرة أخرى. هذه فرصة هدف. هنا طار ويدافع عن مرماه. بايرن ميونخ يقوم بالتغيير في هذه اللحظات. تلعب في داخل المنطقة. خطورة لم تعد موجودة هنا. حكم يشير استمرار اللعب والكرة مع باريس سان جيرمان. تقدم هجومي مع إمكانية تشكيل هجمة واعدة. تمريرة خاطئة هنا بدون عنوان والكرة بتضيع. كرة للتعادل. أوهو، تصدي ممتاز. واضح بأن قادم اللحظات قد نشاهد تغيير من جانب المدرب.
28 توماس ميلر. ركنية تنفذ داخل ال 18. الخطورة ما زالت قائمة في هذه اللحظات. كرة خطيرة، فرصة هدف لمبابي. تصدي من سومر لكن ما زالت خطيرة. انتهت مواجهة نصف النهائي وينجح البايرن في المرور للفاينل. مواجهة كانت صعبة حقيقة، التأهل كان بعد تنافس قوي في لقاء ذهاب وإياب وبفرق هدف وحيد، أكيد يستحق الاحتفال بهذا الفوز الصعب جدا قبل أن يركز على المواجهات المقبلة.